معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ طلال عبد اللطيف خبير اللوائح، يقول لنا رأيه فيما يحدث من أزمات في كرة القدم المصرية تحديدا فيما يخص مباراة القمة. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا. بيشرف ليا يا كابتن كريم. أهلا بيك يا فندم. رأيك إيه فيما حدث من قرارات في الفترة الأخيرة أو في الساعات الأخيرة بالنسبة للرابطة ونادي الزمالك وعدم إقامة مباراة القمة وقانونية هذا الأمر بالنسبة للوائح؟ هو حضرتك بهدوء كده باختصار شديد جدا. اتفضل. عشان ما نعيدش الكلام كله. في ثلاث جوابات طلعوا امبارح من الرابطة. أيوه. جواب طلع الأهلي وجواب طلع الزمالك وجواب طلع اتحاد الكورة. الثلاث جوابات فيهم عجب العجاب يعني. أولا ما فيش حاجة في اللوائح بتقول إن في حاجة اسمها اعتذار. خالص. لا تلعب لا ما تلعبش. تلعب انت حاضر ما تلعبش انسحاب. اما كلمه اعتذار ده انت بتغلب حاجه بتعبير جديد من عندك. هو بعث للاهلي قال له الاهلي الزمالك اعتذر من عدم اقامه المباراه وانت كسبان مبروك عليك. وبعث للزمالك قال له انت انسحبت. انت انسحبت. وتطبق عليك الماده 51 اللي هي مربوطه بالماده 50 من لائحه الرابطه. وبعد اتحاد الكورة قال له الزمالك اعتذر. طب انت هنا قلت انسحاب وهنا قلت اعتذر وهنا قلت اعتذر. انت بتلعب باللفظ ليه؟ ده نمرة واحد الجوابات بتاعت الرابطة. الجواب الثاني طالع من الزمالك بيقول له انا مش انا بعتذر عشان ظروف قهرية. يعني ايه ظروف؟ ايه الظروف القهرية اللي عندك؟ لا في زلزال في البلد ولا في بعد شر مرض متفشي ولا بركان ولا حروب ولا اي حاجة يعني مفيش ولا اي حاجة ولا حاجة ولا الطيارة اتخبطت بتوع زامبيا ولا حاجة نهائي. ايه ظرف الظرف القهري اللي عندك جه ما تلعبش. طيب تعالى الثالثه بقى المحصله ايه اللي حصل؟ الزمالك اعتذر عن مباراه امبارح مظبوط؟ المباراه النهارده في اهلي والزمالك تمام. في الجواب اللي طلع من الزمالك قال له مش هلعب مباراه القمه. لكن ما جابش حاجه على بقيه المباراه. ما قالش انا مش هلعب لحد انت ما تعدل لي الجدول وتطلع لي جدول المؤجلات زي ما كان بيقول. لا لا خالص. اقرا الجواب بتاع الزمالك امبارح هيقول لك انا هعتذر عن مباراه اهلي والزمالك. طيب اللي انا عايز افهمه دلوقتي يا استاذ طلال، هل في تبعات لهذه الخطابات في الايام اللي جايه؟ ممكن نشوف حاجه ثغرات قانونيه او اجرائيه في هذا الامر؟ بص يا فندم الموضوع كله ثغرات قانونيه، بس انا عايز اقول لك هي القعده بتاعت امبارح اللي غسلت من الوجه. عشان نطلع من الازمه اللي اتخلقت وبعدين تطلع بشياكه. انت عايز ايه وانت عايز ايه وانت عايز ايه؟ وبعدين نخلص القصه. النهارده الجدول طلع بتاع المؤجلات قدام حضرتك كنت بتقراه دلوقتي زي الفل. ما طلعش من اول ليه؟ طب الزمالك ما عندك المؤجلات دي من فبراير. ما اعترضتش ليه؟ طب هي الرابطه دي جايه بالانتخاب ولا بالتعيين؟ طب الرابطه دي مش منتخبه من الجمعيه العموميه بتاعت الانديه اللي هم 18 نادي؟ لما يطلع واحد عضو مجلس اداره محترم يقول لك احنا بنلعب الساعه 4 الظهر. طب ما تعمل جمعيه عموميه غير عاديه وتقول الرابطه انت بتتكلمي غلط. ما ده من حقك ما بيعملوش كده ليه؟ لما تطلع النهارده في فبراير ويجي لك المؤجلات ما اعترضتش ليه بطريقه قانونيه انك تعمل جمعيه عموميه؟ طب اللائحه يا استاذ طلال تقول ايه لو الزمالك مثلا قرر انه ما يلعبش مباراه سيراميكا كليوباترا؟ بص في الماده 51 بتقول انسحاب مفيش حاجه اسمها اعتذار وبتقول له لو انت انسحبت بتطبق عليك الاتي بيتخصم منك ثلاث نقط بتاعت الماتش وتحطه للخصم بتاعك تمام ويتخصم منك ثلاثه في نهايه الدوري ادي واحد اثنين بيقدر عليك مخالفه بتاع غرامه ماليه بيخدرها مجلس الاداره ثلاثه معاقبة خلي بالك من لفظ معاقبة المسؤول عن الانسحاب واضحه وصريحه معاقبة المسؤول عن الانسحاب اربعه بيقول له هتنزل الدرجه الادنى يعني انت بتلعب في المنتخب تلعب بالمحترفين ده الماده 51 والماده 52 من لائحه الرابطه تمام استاذ طلال عبد اللطيف خبير لوائح احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله